مشكلة دهون الصدر دي بتعمل مشاكل وإحراج لناس كتيرة، وخاصة في فترة الصيف لما سعادتك بتقلع بقى وبتضرب مايوهاتك بقى على البحر، واخد بالك، والبسين وكده، طبعا بتبقى إيه محرجة إن أنت يبقى في عندك لمؤاخذة صدر يعني. طب هنشوف الأول في سببين للمشكلة دي. في بتبقى دهون زيادة على الصدر، يعني في دهون متراكمة حوالين منطقة الصدر. تاني سبب اللي هو الجاينو أو الجاينوكوماستيا أو اللي هو التثدي، وده عبارة عن خلل في هرمونات الجسم بين نسبة التستوستيرون والاستروجين، أدت لنمو وتراكم في أنسجة الصدر نفسه. الجاينو دي بتيجي يعني أكتر فترات اللي بتيجي فيها فترة البلوغ، عشان بيحصل فيه طبعا موضوع الهرمونات كلها بتاعت الجسم بتختلف، والحقيقة ممكن كمان تيجي لناس فوق الأربعين، لأن طبعا فوق الأربعين وكده نسبة التستوستيرون بتبتدي تقل حوالي 1% عن كل سنة. طب ازاي تفرق بين إذا كانت هي موضوع دهون على الصدر ولا جاينو؟ هنشوف الصورتين اللي بعد كده. اول صوره دي عباره عن بتبقى دهون حوالين الصدر، وبالضغط عليها هتبقى طريه، يعني زيها زي اي منطقه عندك في جسمك فيها دهون لما تضغط عليها تلاقيها طريه. فيعني عامه لو عندك دهون في جسمك كله، في دراعاتك، في رجليك، في ظهرك، او في واتيفر المنطقه، وكمان في دهون على الصدر، خلاص يبقى دي غالبا جاست ان انت تقلل نسبه الدهون في جسمك، القصه هتظبط ويبقى شكلك حلو. الصورة التانية زي ما احنا شايفين، لما تيجي تضغط بقى على الجاينو دي هتلاقيها ناشفة، غالبا منطقة اللي هي النيبلز او الحلمات نفسها هتبقى تلاقيها منتفخة، وكأن ايه في حاجة تحتيها. وطبعا دي يعني علاجها الوحيد ان انت لازم تروح لدكتور غدد وهو يشوف ايه اللي ممكن يعمله، انما هو طبعا في الاول وفي الاخر يفضل في الحالات كلها انت تروح لدكتور. انما لو انت يعني عايز تشوف ممكن تعمل ايه في المرحلة اللي قبل ما تروح للدكتور، لو انت يعني مش قادر تحدد قوي او هي مرحله بين الحاله الاولى والحاله الثانيه، يعني حاله الجاينو او حاله الدهون على الصدر، يبقى انت عادي تظبط اكلك وتقلل السعرات الحراريه وتروح الجيم وتلعب رياضه، بحيث ان انت تشوف بعد كده الحاجات دي لما تعملها هل هتظبط الشكل ولا لا. طب العلاج هما في منتهى البساطه هما حاجتين المفروض انت تعملهم. اول حاجه ان انت التغذيه السليمه، وتحاول تلعب رياضه او كارديو مرتين لثلاثه في الاسبوع. تبعد بقى خالص عن المشروبات الغازيه والفاست فود والبروسيست فود اللي هي الاطعام المصنعه والسكريات. ويفضل بقى ان انت طبعا زي ما احنا متفقين تشرب ميه كتير، وكمان الشاي الاخضر بيساعدك في العمليه دي انه بيحرق الدهون، يعني تشربه حوالي 3 مرات في اليوم. كل الحاجات دي هتساعد جسمك في ان انت تحرق الدهون وتقلل الشكل الوحش بتاع الصدر. وخلينا نتفق على حاجه، مفيش حاجه اسمها سبوت ريدكشن، يعني مفيش حاجه اسمها ان انا اقلل الدهون في منطقه الصدر بس، او اقلل الكرش بس، او اقلل الدهون في منطقه معينه، مفيش الكلام ده يا جماعه. واللي هيقول لك الكلام ده تعرف على طول ان هو مش فاهم اي حاجه. تاني حاجه تعملها ان انت عادي بقى تحاول تمرن عضلات الصدر، ويفضل طبعا ان انت تروح الجيم من 3 لـ5 مرات في الاسبوع، وتلعب عضلات الجسم كله على اساس ان انت تبني عضلاتك وتشد عضلات الصدر، وجسمك كله يبقى متناسق وتحرق الدهون بطريقه مناسبه وكويسه. وريت يا جماعه لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يكتب لي في الكومنتات تحت، او يبعت لي على صفحه الفيسبوك، وان شاء الله ارد عليه. والسلام عليكم.